تعزيزاً لدوره في توفير الخدمات المصرفية في كافة ربوع مصر باعتباره البنك الأكثر انتشاراً في كافة مراكز وقرى الجمهورية. افتتح البنك الزراعي المصري 10 فروع جديدة في 6 محافظات ليصل إجمالي عدد فروع البنك إلى 1114 فرع، وذلك في إطار حرص البنك على التوسع في شبكة فروعه وإتاحة خدماته المصرفية والتمويلية لكافة فئات المجتمع في جميع مناطق الجمهورية. كما انتهى البنك من تطوير 16 فرعاً وإعادة افتتاحها مجدداً للعملاء ضمن خطته لتطوير وإعادة تأهيل شبكة فروعه لتقديم خدماته وفق أعلى معايير الجودة وأحدث النظم المصرفية. شملت قائمة الفروع الجديدة 4 فروع في محافظات سوهاج في كل من قرى الخلافية مركز جرجة والريانية المعلقة مركز طمة، الشيخ زين الدين مركز طهطا، والصوامع شرق بمركز أخميم، وفرعان بمحافظة أسيوط هما فرع قرية البلايزة مركز أبو تيك، وفرع قرية بني غالب بمركز أسيوط، وفي محافظة قنا فرع قرية الشيخية بمركز قفت، وفرع في قرية ميانة مركز مغاغة بمحافظة المنيا، وفرع قرية أبو يوسف مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وفي محافظة البحر الأحمر بمنطقة الكوثر بمدينة الغردقة. وحرص البنك الزراعي المصري أن يختار مواقع الفروع الجديدة في القرى ذات الكثافات السكانية العالية لتقديم خدماته المصرفية والتمويلية ونشر ماكينات الصراف الآلي ATM لخدمة قطاع عريض من السكان، مع التركيز على القرى المشمولة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة لتحقيق أهداف المبادرة من خلال توفير الخدمات التمويلية والمصرفية وسبل التمكين الاقتصادي لتحسين جودة الحياة في الريف ورفع مستوى معيشة سكانه. يأتي ذلك بالتزامن مع قيام البنك بتشغيل نظامه البنكي التكنولوجي الجديد والذي يمثل أحدث تكنولوجيا المنظومات البنكية، وهو نظام متطور يستخدم أحدث الأدوات التكنولوجية لتنفيذ كافة العمليات المصرفية الأساسية التي يحتاجها العميل مثل فتح الحسابات وعمليات السحب والإيداع والتحويلات، بالإضافة لعمليات الإقراض والتسويات وغيرها، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه وتسهيل حصولهم على كافة الخدمات المصرفية والتمويلية في أسرع وقت وكفاءة عالية. كما سيعمل النظام البنكي الجديد على دعم جهود البنك نحو رقمنة كافة خدماته وإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات الرقمية والتطبيقات الذكية التي تفي باحتياجات عملائه لاستخدام الخدمات البنكية الرقمية وقنوات الدفع البديلة، وهو ما يجعل النظام البنكي الجديد خطوة كبيرة في تطوير العمليات المصرفية بالبنك وتقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء. تأتي هذه الجهود من منطلق حرص البنك الزراعي المصري على تدعيم مركزه التنافسي في القطاع المصرفي وتأكيد انتشاره في كافة مدن وقرى الجمهورية والتوسع في نشر شبكة فروعه خاصة في قرى الريف والصعيد من خلال إنشاء فروع جديدة وإعادة افتتاح الفروع التي تم تطويرها وفقاً لاستراتيجية البنك، خاصة وأن الانتشار الجغرافي يستهدف تعزيز مكانة البنك والدور المنوط به كداعم أساسي للفلاحين وسكان الريف بهدف تنمية القطاع الزراعي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2023، فضلاً عن استقطاب المزيد من العملاء من مختلف الفئات للتعامل مع الجهاز المصرفي في إطار سعي البنك لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. الجدير بالذكر أن إنشاء فروع جديدة في تلك القرى ليست بالمهمة السهلة، نظراً لأنها تتطلب توافر بنية تحتية وتكنولوجية على أعلى مستوى، لكن ورغم تلك التحديات يمتلك البنك رؤية واضحة لما تحققه تلك الفروع من جدوى اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع على المجتمع وسكانه، كما أن الفروع التي يتم تطويرها أيضاً لا تقتصر أعمال التطوير فقط على الإنشاءات الجديدة
وتوحيد الشكل الخارجي لبناء علامة تجارية مميزة وتحسين الصورة الذهنية لدى العملاء، وإنما تمتد الأعمال إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمواكبة التطورات المتلاحقة في التكنولوجيا المالية والمصرفية، بالإضافة إلى تقديم الدعم والتدريب للعاملين على مختلف مستوياتهم الوظيفية لزيادة مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتقديم أفضل خدمة للعملاء بأعلى مستويات الجودة والكفاءة وفق استراتيجية البنك لتحسين جودة الخدمات المصرفية والتمويلية التي يقدمها لعملائه، بالإضافة إلى أن بعض الفروع تضم وحدات لتطوير الأعمال لتقديم الخدمات المالية وغير المالية للعملاء ورواد الأعمال بهدف دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.